سؤال بيقول: في المعمودية بناخد الروح القدس، يعني عندنا روحين، بس مفيش مقارنة بين الروح بمعنى الروح الإنسانية. أيوة طبعا، الروح القدس يقدس أرواحنا، فطبعا الروح القدس لا يقارن بروح الإنسان. يعني كلمة روحين، روحين دي يعني روح بشرية تاني؟ لا، الروح القدس مش روح بشرية، ده ربنا. فتعبير عندنا روحين دي تعبير غلط، لأنه بيدي إيحاء إنه إيه، واحد عنده 7 أرواح يعني. لا، الروح الإلهية لا تقارن بالروح البشرية، فالروح القدس يقدس أرواحنا. لما بنموت النفس أو الروح بتنفصل عن الجسد. أيوة طبعا، لكن مثلا في حالة رب المجد يسوع، لما نفسه أو روحه الإنسانية انفصلت عن جسده، اللاهوت ما انفصلش عن أيهم، عشان كده بقوة لاهوت رجع نفسه لجسده فقام. لما قال في يديك استودع روحي، هنا يقصد روحه البشرية. وكلنا نقدر نقول كده، ودي كلمة في المزمور، نقول يا رب استلم روحي ما تيجي تمشي. لكن هنا بسلطان لاهوته رجع روحه إلى جسده فقام من الموت. Isn't it important to encourage the youth to attend the church services and events because that's what will help them to appreciate the church at a young age? Yeah, it's important to encourage them to act, to practice all the practices in the church. لازم نشجع الشباب الصغير يبقى موجود في كل حاجة وياخدوا مسؤوليات، لأنه لما بيشوفوا الكبار مسيطرين زيادة ساعات بيبعدوا. لكن الشطارة إن الأطفال والشباب يلاقوا نفسهم في الكنيسة، ونديهم فرص ونشجعهم ونكبرهم ونحسسهم كده الكنيسة كنيستكم. ما هي معمودية يوحنا؟ ببساطة معمودية التوبة، لأن يوحنا نفسه قال كده، قال أنا عمدتكم بماء للتوبة. التوبة هنا مجرد إعلان موقف، يعني فيهاش قوة. معمودية العهد الجديد فيها قوة، فيها سر حقيقي، فيها ولادة جديدة، فيها تغيير باطني. إنما كان اليهودي من دول لما يسمع الوعظة بتاعت يوحنا يعلن إنه هيبطل يعمل حاجات وحش، فإيه بيتعمد للتوبة. قال اللي هيعمدكم بعدي بالروح القدس وبالنار. لما قالوا له انت، قال لهم لا، انا اروح فين في المسيح؟ انا عمدتكم مية للتوبة. الذي يأتي بعدي هو اقوى مني، ولست مستحقا ان احل سيور حذائه، هو يعمدكم بالروح القدس والنار. يبقى اتكلم عن معمودية العهد الجديد انها فيها نار الروح القدس. ازاي اطلع شريكي من دائرة السلبية؟ ده طبعا ده سؤال كبير، يعني ايه دائرة السلبية الاول؟ يعني لو هو سلبي بمعنى مش بيعمل حاجة، يعني تقصدي، يبقى عاوز تشجيع كتير. لانه المبادرة عموما صفة جميلة اوي. يعني امنا العذراء على قد ما هي خجولة وهادية جدا، very positive. شوفوا مثلا اول ما سمعت ان اليصابات حامل، محدش قال لها تعمل حاجة، سافرت في الجبال عشان تروح تخدمها. طب دي حاجة مش سهلة، وهي اساسا صغيرة، وبقت حامل كمان وهي يعني 14 سنة مثلا ولا حاجة. فيعني هنا دي بتبان بقى الايه، الايجابية والمبادرة. مسمى في عرس قانا الجليل، لما حست الناس متضايقين قامت على طول اتكلمت مع المسيح. المبادرة علامة حلوة للإنسان اللي إيه، بيحب الحياة وبيحب الناس. السامري الصالح عمل مبادرة، الراجل بيموت محدش سائل فيه، عمل عكس اللي الناس بتعمله، دخل نفسه في المشكلة وشال الراجل وعالجه. إذن عشان نبقى ماشيين صح لازم يبقى عندنا عنصر المبادرة أو الإيجابية، إن الواحد يحاول يجتهد يشجع يساعد اللي حواليه، ما يقعدش يتفرج على الناس بتتعب وهو مرتاح.
ايه رأي الكنيسه في وشم الجسم التاتوينج؟ طبعا we do not recommend الحاجات. ليه؟ اذكر برضو كنت في مؤتمر زمان مع سيدنا امبرويس الله ينيح روحه، فجاله سؤال على، كان زمان بقى يعني من 20 سنة من 15 سنة، على المونوكير يعني والحاجات دي. وكان ظاهر في بنات كتير صغيرين هاي سكول وكده، فهو امبرويس برقته الحلوة قال لها يا بنتي لو ربنا شايف ان ضوافرك كانت تبقى حمرة من الاول كان عملها لك حمرة. فيعني هو ربنا شايفك كده جميلة، ليه نقعد نلون؟ عموما في حاجات تعدي، بس في حاجات بتبقى بزيادة شوية. كمان اللي مشغول بشكله قوي زيادة ده في حاجة جوه ملخبطة. افتكروا القاعدة دي، يعني اللي تلاقيه كل يوم عمال يعمل شعره بطريقة وعمال يحط رسومات غريبة كده ويبقى عاوز يعمل عملية عشان يغير الرسومات كمان، هو في حاجة تعباه على فكرة، ما بيبقاش مرتاح من جوه. فعموما كل ده يعني القضية مش ان انا اقول له صح وغلط، القضية هو من جوه تعبان. خلينا الاول نقربه من ربنا ويحب ربنا، ساعتها هو هيبطل الكلام ده. اذكر مرة لما كنت بخدم اعداد خدام قبل الكهنوت من 30 سنة مثلا، فلقيت واحد شاب داخل لنا مطول شعره، كانت زمان من 30 سنة كانت يعني حاجة يعني غريبة يعني. فقلت للأستاذ موريس الله ينيح روحه، ساعتها كان أستاذنا يعني، أنبهه أقول له بلاش. فقال لي حكمة جميلة، قال لي سيبه لما يحب ربنا أكتر هيحلق لوحده. أنا عجبني المبدأ ده، إن في أمور ما نقعدش نعلق فيها كتير، نشتغل على الإيه الجوهر، نشتغل على العلاقة مع ربنا. زي النفس الشبعان، لما الواحد بيشبع بربنا بتلاقوا في حاجات غلط بيبطلها لوحده، لكن لما افضل اقول له ده غلط ده غلط ممكن يتضايق، ممكن يعند، ممكن يقفش. حكاية بصلي بس حاسة ربنا مش سامعني، كلمة حاسة دي ارجوكوا خافوا منها، لانه الاحساس مش دقيق، يعني مش معناه انت ممكن تكوني احساسك غلط. انا بحب الايه بتاعت القلب اخدع كل شيء وهو نجيس من يعرف، يعني القلب ده احساس ممكن يقول لي ربنا مش سامعني. طبعا ربنا سامعك، ليه مش سامعك؟ ما بيسمع كل الناس، واسوأ الخطا لما يقول له ارحمني بيسمعه، فيبقى الواحد ما يصدقش احساسه يصدق ربنا. هل ادم وحواء كانوا بياكلوا من شجره الحياه قبل السقوط؟ لا. أثناسيوس الرسولي قال لا، لأن لو كانوا شاكلوا من شجرة الحياة كانت الحياة تستمر فيهم إلى الأبد، وعشان كده اتحط ملاك يحرس طريق شجرة الحياة بعد السقوط، لأن لما بقوا فاسدين لو كلوا من شجرة الحياة يستمروا في الفساد للأبد. حد فهم حاجة؟ يعني هما في الأول مخلوقات بريئة زي الأطفال، لما خدوا من الشجرة المحرمة فسدوا، دب الفساد في طبيعتهم. هنا لو كلوا من شجرة الحياة يستمر الفساد، لأن شجرة الحياة تدي حياة أبدية، اللي هي إشارة للمسيح نفسه، فمنعهم. وبعدين جه هو بقى المسيح لما جدد طبيعتنا خلصنا، فتح طريق الشجرة الحياة اللي هو التناول، بحيث أنه خلاص بدل بقينا يعني نضفنا من الفساد اللي دخل فينا نقدر ناكل جسد ودم وندخل للحياة الأبدية. فالأباء قالوا لا، ما كلوش من شجرة الحياة. هل هي حقيقية؟ أيوة حقيقية ولها معنى. حكاية رمزية دي برضو لا، هي في فرق بين أنها تكون حقيقية وتشير إلى، زي إيه؟ قصة يونان حقيقية ولا رمزية؟ لا هي حقيقية ولكنها ترمز إلى المسيح. فاهمين؟ كون إن يونان اتدفن في الحوت وطلع دي قصة حقيقية معجزة، وتشير إلى إن المسيح يدخل بطن الأرض ويطلع يقوم، لكن ما نلغيش القصة إنها حقيقية. فاهمين؟
لأن في بدعة جديدة بتحاول تشيل كل القصص وتقول إنها كلها ميثولوجي أساطير. لا، هي مش أساطير، الإنجيل مش أساطير. في يونان بجد وفي نوح، وإلا يبقى المسيح نفسه أخطيت كاذب. المسيح قال كما كان يونان في جفن في الحوت، المسيح قالها كحقيقة، وقال كما كانوا في أيام نوح، يبقى في أيام نوح وفي طوفان وفي فلك. في ناس مش عاجبها يقول لك دي قصص كده كرتونية يعني بتاعت الأطفال، احنا ممكن ناخد المعنى. لا، هي قصص حقيقية وبرضو ناخد المعنى، لكن مش معنى ان انا خدت المعنى والرسالة والمضمون ان انا الغي الحقيقة والقصة في أصلها. كانت أجسادهم من الأول لا تفسد. لا، بصوا يا جماعة، هم كمخلوقات قابلة للموت، لكن بتعبير الآباء كانوا محفوظين بالنعمة من الموت. لما اختاروا الخطية النعمة فرقتهم فدخل الفساد فيهم. وبرضو حد من الآباء قالوا هما فهموا كلمة موت إزاي؟ إن الحيوانات كانت بتموت. يعني لما قال لهم موتا تموت، طب هم مش فاهمين يعني إيه موت، لكن لأن الحيوانات بتموت فهم عندهم جسد قابل للموت، فهم فاهمين الحتة دي مع بساطتهم. لكن كانوا محروسين بالنعمة طالما ما فيش خطية من الموت والفساد. لما كسروا الوصية النعمة انحصرت عنهم، عشان كده تعروا، حسوا بالعري، دي كانت إشارة إنه النعمة فرقتهم. لما نروح، لو أراد ربنا ورحنا السماء بنعمة ربنا، مين اللي هيكون موجود، الآب ولا الإب؟ ما هو واحد، ما تقلقوش، بس الآب لا يرى. بصوا كنيستنا جميلة في حاجة مهمة، تلاحظوا دايما في الهيكل نحط صورة مين؟ المسيح على العرش. طب فين الآب؟ في المسيح. طب فين الروح القدس؟ فينا احنا كمان. لكن ما نصورش غير المسيح قاعد على الكرسي ملك بنتوكراتور، لأن يوحنا الرأي شاف كده، حزقيال شاف كده، أشعيا شاف كده. طب لما نسأل فين الآب، أرنا الآب، كانت إجابة المسيح إيه؟ أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني، من رآني قد رأى الآب. فالسؤال نفسه مش دقيق. ليه؟ لأنه الآب لا يرى ولا يستطيع أحد أن يرى. مش إن الآب مش موجود، لا، الآب موجود ولكنه لا يرى ولا يستطيع أحد أن يرى. لكن نرى الآب في الابن بالروح القدس. وبالتالي السؤال نفسه مش هيشغلنا في السماء، بدل ربنا قادر على كل حاجة، ليه ما خلناش ولاده من غير خطية؟ هو نبهنا من الخطية، بس خلي بالكم يا أحبائي، لو ربنا فرض علينا القداسة يبقى اتلغى أهم شرط في الحب. لما تحب إنسان لازم تدي له حرية، لما تحب حد لازم تخيره، لو أجبرته تبقى مش بتحبه حتى لو أجبرته على الصح. فربنا الحرية دي هو اللي دفع تمنها، يعني ربنا هو اللي غلب، بس برضه ما مش عاوز يسحب الحرية مننا. خلقنا أحرار على صورته ومثاله، حتى لو قلنا له لأ، حتى لو أذينا نفسنا ينبهنا ويحوطنا ويطبطب علينا ويرجع يصلح أخطائنا، لكن ما يشيلش الحرية، لأنه لو شال الحرية بقينا زي الشجر، بقينا مخلوقات بلا إرادة، يبقى كل القصة ملهاش معنى.